السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو علاء السندي من قناة مجتمع باكستان. طبعا اليوم أوريكم إن شاء الله مفارش التركية وضمان لها 8 سنوات. ما شاء الله تبارك الله، شوف يعني شيء مرتب ونظيف، يعني متوفر عندنا هنا في السعودية، عفوا متوفر عندنا هنا في باكستان. طبعا هذه منطقة اسمها غريب آباد في كراتشي، والآن سوف أطرح لكم الأسعار. طبعا هذه هي المفارش التركية، وفي مفارش عادية، وراح أعطيكم الأسعار. طيب بسم الله نبدأ. طبعا هذا ما شاء الله تبارك الله، شوف يعني شوف المتن، تقريبا المتر هذه بتوصل متر في 4، بتوصل 7500 روبية، طبعا ما يقارب 200 ريال، اقل من 200 ريال، تقريبا 180 ريال تقريبا. المتر بيطلع 180 ريال، المفارش التركية هذه تقريبا يعني 7500، وفيها منها ما شاء الله تبارك الله ألوان وموديلات، يعني تقريبا أتوقع أنها فوق 6 ملي أو 10 ملي تقريبا زي كده. وبعدين ما شاء الله تبارك الله يعني شيء فخامة، يعني عندنا الصناعة التركية موجودة يعني في باكستان متوفرة، يعني شايفين الألوان فيها. وهذه عندكم الثانية نفس هذه ألوان برضو مفارش التركية، هذه أقل، هذه المتر بيطلع 5-6 آلاف روبية، يعني تقريبا 150 ريال تقريبا مفارش. يعني ما شاء الله تبارك الله، شوفوا ألوان يعني صراحة شيء ممتاز جدا، يعني عندنا الحمد لله كل شيء متوفر وموجود، أي شيء اللي تبونه هنا في باكستان موجودة، يعني ولله الحمد كل شيء متوفر. وهذه كذلك أرخص من نوع الخفيف، وهذه تقريبا 2500 روبية، طبعا هذا من نوع القماش شو اسمه الفرشة العادية، طبعا يعني زي الصالة والمطبخ، يعني هذه برضو ممتازة 2500 تقريبا، ما بيطلع زي 60 ريال تقريبا المتر، وفي منها ألوان. وفي هذه كذلك يعني أرخص منها تقريبا 2000 روبية، يعني بتطلع 50 روبية تقريبا، برضو كذلك في منها ألوان، وفي فرشة برضو حق المسجد حق المصلى. وهذه كذلك في منها أنواع جاي نماز كذلك. في عندكم هذه وفي منها كذلك يعني مفارج السادة، يعني الصراحة شيء ممتاز وفخامة وجميع الألوان، يعني كل شيء متوفر. وهذه كذلك كمان عندكم المفارش التركية الزهرية، هذه يعتبر برضو ما شاء الله تبارك الله، يعني نوع الفخامة الجيدة، وعندكم جميع الأشكال والأنواع دولة. طيب هذه تقريبا يقول لك مترين ب10 آلاف روبية، تمام. هذه طبعا الأولى هذه، والثانية تقريبا 3 أمتار يقول لك 13 ألف روبية، وهذه عفوا هذه مترين شوية، هذه 3 أمتار تقريبا بيقول لي 24 ألف، يعني تقريبا 10 آلاف، يعني ما تطلع إلا 250 ريال تقريبا. وهذه كمان نفس كذلك، يعني تقريبا بتطلع لكم 300 ريال، 3 أمتار، وهذه 5 أمتار تقريبا بتطلع 24 ألف، يعني
تقريبا 600 ريال زي كذا تقريبا. وهذا كذلك ما شاء الله صراحة يعني شيء مرتب نظيف جميع الألوان وأشكال. كذلك عندكم متر في متر